ازاي عايزين نعيش مع بعض واحنا اساسا مش طايقين بعض؟ ولو بكرة مش هنتغير، هنفضل كده بنعد في بعض. وده مش ذنبي انه لازق جنبي ليل ونهار، خانق قلبي. لا 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 يا ريس ومشد القلوع، لو مركب عدينا هنقول له ده الصدينا ممنوع. في معدية واحد ماشي ما نعرفوش ومد ايدين وقف الشبكة كانت سمكة وغرق وراح. نعيش مع بعض واحنا اساسا مش طايقين بعض، ولو بكره مش هنتغير، هنفضل كده بنعد في بعض. نتخرج من الجامعه بس شغل فيه قولولي، رحت انترفيو واتنين وتلاته وسقعولي، كلنا قاعدين على القهوه يا دوب عارفين نشرب العافيه صح، واللي هيتفرج يجي يقعد جنب صاحبه، ولو حصلت معدي وتلاقي حد ياخدك كله يحتفل برزقك حتى اللي قاعد جنبك. اشتغل بجد قلب الضمير، تفضل واقف مكانك او تموت فقير. على مدى الشوف عربينا عايشين من خير اهالينا، ايام لذات عافيونا يا واد اجوى الانواع، ماكلة دي في اي مكان. حد معدي كل يجيب لي فلوسه هنا عندي، والله اللي تبقى يالا مش هنسيبك يالا، دفتر الشيكات والبيبي والايباد. من بويا ومن قبل وجد وضعين يدنا بهاد الارض، لا يهودي ولا مصري فرجان، هيدي داوتنا من زمان، بتراعي اخلاق الضيف بتفتح بيناتنا وبتزان، زي عايزين نعيش مع بعض واحنا اساسا مش طايقين بعض، ولو بكره مش هنتغير، هنفضل كده بنعد في بعض.